هل تمضون وقتاً طويلاً في البحث عن أحدث التوجيهات حول حماية الطفل؟ هل تواجهون صعوبة في إقناع مديركم أو مانحكم بأن حماية الطفل قد تنقذ حياة الكثيرين؟ وصعوبات في مناقشة مسائل حماية الطفل مع العاملين الإنسانيين في قطاعات أخرى؟ المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني هي أداة عملية مشتركة بين الوكالات لحل هذه التحديات، وهي تعيد تشكيل قطاعنا. الدنيا تلعب دوراً أساسياً بالعمل على تحسين الجودة والمساءلة في برامج حماية الطفل. إنها تسمح بعدد من الأمور، أسس واضحة للتنسيق والتوقعات من الاستجابات الملائمة وتحسين الرصد والإبلاغ. لعل الأهم هو أنها ليست قائمة وحدها، بل أصبحت جزءاً مهماً من عدة العمل الخاصة بالعمل الإنساني. مجموعة عمل حماية الطفل هي الهيئة التنسيقية العالمية لحماية الفتيان والفتيات في الأطر الإنسانية. في عام 2012 قامت بإطلاق المعايير الدنيا لحماية الطفل التي صاغها فريق من الخبراء، وقد شارك في العملية التي امتدت عامين أكثر من 400 شخص من 30 وكالة وحكومة. المعايير الدنيا لحماية الطفل تستند إلى معايير أخرى عالمية ووطنية، وتعتبر عنصراً مرافقاً لمعايير سفير. في غضون عام أصبحت متوفرة بالإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والباشتو والكورية، وبمساعدتكم سوف تكبر هذه القائمة. إنها متوفرة كدليل وعلى شبكة الإنترنت، كما أن طريقة تنظيم المعايير الدنيا البسيطة والمرمزة بالألوان تجعل تصفحها سهلاً. تبدأ بالمبادئ والمقاربات الأساسية، وتشمل معايير للجودة في الاستجابة، لتلبية الاحتياجات، لتطوير استراتيجيات مناسبة، لدمج حماية الطفل مع الأعمال الإنسانية الأخرى. ضمن كل معيار تجدون خلفية عن الموضوع والمعيار نفسه، والتدابير الأساسية في مرحلة الاستعداد أو الاستجابة، ومؤشرات النتيجة والعمل لقياس جهودكم، وملاحظات لتوجيه العمل وقائمة المراجع. المعايير الأساسية لحماية الطفل تضع مبادئ حماية الفتيات والفتيان في صلب عملنا. هل تعرفون المبادئ العشرة كلها؟ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تشدد على البقاء على قيد الحياة والنمو، عدم التمييز، مشاركة الطفل، مصالح الطفل الفضلة. دليل سفير أسهم بالمبادئ المتمثلة في عدم الأذى، ضمان الوصول إلى المساعدة غير المتحيزة، حماية الناس من الأذى الناجم عن العنف والإكراه، مساعدتهم على المطالبة بحقوقهم والوصول إلى العلاج والتعافي من آثار الإساءة. ولكن المعايير الدنيا لحماية الطفل تذهب إلى أبعد من ذلك، فتحدد أن من واجبنا أيضاً أن نعزز الأنظمة التي تحمي الفتيات والفتيان، ونعزز قدرة الأطفال على تخطي الظروف الصعبة. أحياناً يتعرض أعضاء فرق عملنا الميدانية لضغوط هائلة تحتم عليهم الاستجابة مباشرة والانتقال إلى الاستجابة من دون التشاور بشكل كاف مع الجهات الفاعلة القائمة والأنظمة القائمة على الأرض. هذه المعايير التابعة للمبدأ الخامس ساعدت زملائنا على تحديد ما يوجد في البلد كنظام لحماية الطفل لدعم النظام على الأرض في المجتمع المحلي في الأنظمة الحكومية. المعايير الدنيا لحماية الطفل يمكن أن تكون للمنظمات الصغيرة أو لمنظمة مجتمعية أو لمنظمة دولية كبرى. قد تكون لمنظمة متخصصة بحماية الطفل أو لمنظمة لا تعنى عادة بحماية الطفل في حالات الطوارئ، إنما تعمل في مجال الصحة وترغب في إدراج فكرة حماية الأطفال في برامجها. بالفعل من الأساسي أن تتعاون فرق العمل المعنية بحماية الطفل والزملاء الآخرون في المجال الإنساني على تطبيق المعايير الدنيا لحماية الطفل. المعايير الدنيا تسعى إلى تحسين الفعالية والمساءلة بشكل كامل. في ليبيريا، حيث شاركت في برنامج الاستجابة لأزمة اللاجئين الأيفوريين مؤخرا تماشيا مع المبدأ الخامس، وضعنا صناديق اقتراحات كجزء من آلية الاستجابة للشكاوى.
في جميع المساحات الصديقة للطفل والمدارس التي تطبق فيها منظمة رعاية الأطفال برامجها. ومن خلال هذه الآلية قدم لنا الأطفال الكثير من المعلومات المفيدة التي أدت فيما بعد إلى إجراء تعديلات في توقيت وبرنامج النشاطات التي قمنا بها في هذه المخيمات وفي عدد وجنس ميسري المساحات الصديقة للطفل الذين وظفناهم، وهذا ما زاد من نجاح تدخلاتنا. ثمة حاجة واضحة إلى زيادة فعالية القطاع من خلال إنتاج قاعدة أدلة متينة، فجاءت المعايير الدنيا لحماية الطفل لتوضح كيف نقيس أثار عملنا وتوفر المؤشرات النموذجية. المعايير الدنيا لحماية الطفل مخصصة لجميع مراحل العمل الإنساني، يجب تطبيقها في الاستعداد والاستجابة وجهود التعافي الأولى وللوقاية من حصول الانتهاكات لحق الأطفال في الحماية. كملخص، لماذا تعتبر المعايير الدنيا أساسية في العمل الإنساني؟ لأنها غيرت كيفية تزويد الأطفال بالحماية في حالات الطوارئ. تقوم كعنصر مرافق للسفير على جعل جميع الجهات الفاعلة الإنسانية مسؤولة، ولأنه من الضروري تطبيقها لمنع حصول الانتهاكات وللاستجابة والاستعداد لحالة الطوارئ. سوف تجدون أنها أداة عملية مشتركة بين الوكالات، تصفحها سهل، ومن خلال العمل مع الزملاء يمكن تكييفها بحسب سياقكم. إذن المعايير الدنيا لحماية الطفل توفر معياراً وإطاراً مرجعياً مشتركاً لجميع الاختصاصيين. إنها ذروة الدروس المستفادة من الكثير من الاختصاصيين في سياقات مختلفة وحالات طوارئ مختلفة، وهي كلها تأتي معاً وتسلم إلينا كهدية. المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني تشكل حجر الأساس لمزيد من التطوير في قطاع حماية الطفل، وتولي كل منا مسؤولية تحدي تطبيقها سوف يحسن نتائج الحماية بالنسبة إلى الفتيان والفتيات. الإصدارات الأخرى في هذه السلسلة تركز على كيفية استخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل والمعايير المحددة لتلبية الاحتياجات. مجموعة عمل حماية الطفل توفر الدعم لتطبيق المعايير، مثل مذكرات التعميم والتوجيهات حول التكييف السياقي والنسخ الصديقة للطفل والشباب والرزم التدريبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة cpwg.net/minimum_standards.